يعني. أكيد كمان ما نقدرش ان احنا ننسى ان احنا عندنا برضو فعاليات كتيرة. هنا مدينة العالمين مش بتقف، كل الفعاليات موجودة، فعاليات ثقافية ورياضية وفنية. في هنشهد خلال الفترات اللي جاية هيبقى عندنا بطولات، أبرزها بطولة لكرة السلة الخاصة لذوي الهمم. يعني كمان المهرجان اهتم بكل الفئات، غير ان ان شاء الله هيبدأ الفترة اللي جاية في شهر أغسطس مهرجان نبتة، فاحنا كده اهتمينا بالأطفال. كمان هنبتدي حفلة خاصة برامي صبري وكاسة تسعينات، هنرجع بقى لزمن الأغاني التسعينات اللي احنا كلنا بنحبها لخمس فنانين. يعني بصي المهرجان هنا بيقدم كل حاجة لكل الفئات، كل واحد بيحب حاجة هيقدر ان هو يلاقيها هنا. انا موجودة دلوقتي يعني خلف المسرح الروماني، بيبتدي فيه تجهيزات لفرقة كود مصر، واللي هتكون مجموعة من الشباب هيقدموا أغاني، والحفلة دي هتكون بالمجان. يعني ده بيعتبر هدية كده من الشركة المتحدة لكل الرواج وكل الزوار الموجودين هنا في مدينة العالمين الجديدة. هنا يعني الجو ممتع، كل حاجة تقدر ان انت تلاقيها، مش بس لأ يعني في سياحة، لأ تقدر ان هي ثقافية، سباق هجن، في رياضيات مختلفة على الشواطئ. يعني تقدري انت كمان تيجي تتفسحي وتقدري ان انت تلعبي رياضيات، تالي في بادل وكرة شاطئية يا أميمة، يعني وفي مع نجوم أكتر من كمان حاجة. وكرة شاطئية وبادل، وبصي كل حاجة لك انت تخيليه موجود. حلو، حلو قوي قوي. طيب قولي لنا ايه اكتر الفعاليات اللي انت حاسة انه الناس في العالمين الجديدة مقبلين عليها؟ طبعا الرياضة الشاطئية، الرياضيات الشاطئية كل الناس موجودين فيها، تلاقيهم على طول موجودين، لأن نظرا ان هي قريبة من البحر فتلاقي الجو هناك جميل وممتع، وانت كمان في نفس الوقت بتستمتعي مع اصحابك. يعني ده بالنسبة للشباب. بالنسبة بقى للناس بقى اللي هي بتحب السهر وكده، في حفلات كتيرة هنا بتناسب الكل. يعني عندنا حفلات للنجوم، ده بيبقى ليها طبعا جمهور خاص اللي هو محب بقى نجم معين طبعا. او في مثلا حفلات خاصة بالشباب، كل واحد بيبقى ليه فئة معينة وليه جمهوره، وده كله بيخدم المهرجان او مدينة العالمين، ان هي بتأكد على أهمية المهرجان. يعني فعايزه اقول لك لا يعني لازم الناس ان هي تيجي وهتنبسط، هتلاقي كل حاجه من الصغير للكبير، واحنا موجودين احنا شفنا كل الفئات. يعني كان في ناس كبيره في السن عادي كانوا بيتمشوا وبيتصوروا عادي جدا مستمتعين بالاجواء، وكمان الانوار اللي موجوده هنا مختلفه. يعني انت تقدري كمان حتى المناظر الطبيعيه تقدري ان انت تستمتعي بيها، مفيش مكان مش هتقدري تستمتعي بيه هنا بداخل مهرجان العالمين الجديدة. كمان كل يوم ومع بداية كل أسبوع بيبقى فيه فعالية مختلفة وجديدة، بيبقى فيه مفاجآت كتيرة بالنسبة لرواج وزوار مدينة العالمين الجديدة. كمان هنا المهرجان بيحافظوا على الهوية التراثية بالنسبة لينا، وده اللي احنا شفناه في سباق الهجن، ان احنا عندنا قبائل موجودة في مصر، موجودة في سيناء، موجودة في مرسى مطروح. وخليني اقول لك ان كمان بكرة يوم الثلاث ويوم الاربع هيبقى في سباق كبير لسباق الهجن في منطقة السباقات، وده تم الاستعداد ليه من الثلاث اللي فات، وتم وضع منطقة خاصة ليهم وخيام، وقدروا ان هم يستعدوا بشكل كامل، وقدروا ان هم يطمنوا على او الهجان ان هم يطمنوا على الجمال بتاعتهم بشكل يليق بالمهرجان. طبعا يعني شهر اغسطس حافل بالانشطة والفعاليات طبعا. في كل حاجة موجودة هنا، وهيبقى فيه طبعا فرصة اكتر ان الناس ان هي تقدر ان هي تستمتع، وفي حاجات كتيرة جدا. وعايزة اقول لك ان كمان مش الشعب المصري هو بس اللي موجود، لا يعني انا شفت في ثقافات مختلفة وفي اجانب موجودين ومبسوطين. يعني ده برضو حاجة كويسة ان أكيد. احنا كمان لا احنا المهرجان مش وصل بس في مصر، لا احنا عندنا كمان وصل لجميع العالم العربي والعالم اجمع. يعني
استاذتنا العزيزه اميه البدري، بشكرك شكرا جزيلا ولك منا كل التحيه، بنشكرك على التغطيه الرائعه دي كلها كده حيويه ونشاط وطاقه ايجابيه. شكرا يا اميه.